دكتور محمد سيد حسنين، باحث بقسم السلولوز والورق بمركز القومي للبحوث. مجال تخصصي بيهتم اكتر بالمواد الحيويه، واللي هي بتبقى خارجه من مصدر حي زي الكائنات الدقيقه او المخلفات الزراعيه، وتطبيقها في المجال الحيوي برضو زي المجالات اللي ليها علاقه بالبيوميديسن، او اللي هو المواد الحيويه اللي بتطبق في الطب والصيدله والمجالات دي. معظم يعني شغلي او تركيز شغلي بتركز ان انا احاول انتج مواد طبيعيه ليها تاثيرات بيولوجيه من مواد مخلفات موجوده في البيئه مش مستغل. لازم تكون يعني شغلي لازم يكون مواد ما يعني او بيهتم ان انا ما اشتغلش بمواد يكون ليها تاثير ضار على البيئه فيما بعد، او اثناء التحضير او الانتاج تكون بتطلع مخلفات تضر البيئه. ده برانش تاني ان انا بشتغل على المخلفات اللي هي اوريدي اكوميتد في البيئه وملهاش اي استخدام، بان انا اقدر اطلع منها مواد ليها مردود اقتصادي عالي، وممكن تستخدم في الصناعة بشكل يعني احنا بنقول عليه زيرو فاليو. يعني هي مواد زيرو فاليو في الطبيعة، ملهاش سعر اصلا، احنا بندخلها في صناعات غالية جدا ومهمة جدا، وفي الاخر برضو كله بيصب ناحية البايو ماتيريال او اللي هي المواد اللي بتستخدم في الطب او في الصناعات الصيدلية او كده. لا، هو انا حصلت السنة اللي فاتت على جائزة المركز القومي للبحوث، جائزة الرواد، وكانت برضو عن الابحاث اللي ليها علاقه بالموضوع اللي انا قلت لحضرتك عليه. وتلاها السنه اللي وراها برضو خدت يعني حصلت على جائزه الدوله التشجيعيه. هو انا اصلا ما كنتش متخيل بصراحه، لان هي الجائزه كان في منافسين كتير وكلهم على قدر عالي يعني من العلم والشطاره، ويعني احنا في المركز مثلا ممكن الزملاء بنبقى عارفين مين اللي مقدم يعني بنقول لبعض يعني. زائد بقى كمان الجامعات بره والمراكز البحثيه بره. وكمان السنة دي يعني كان كرم ربنا كبير ان المركز خد جايزتين تشجيعية، يعني الجايزة التشجيعية خدها 2 من عندنا من المركز، ودي كانت حاجة يعني بصراحة كانت اسعدتني يعني. ثم ان انا شجعتني بصراحة برضو ان انا اقدم في جوائز تانية وان انا استمر، يعني الواحد حس ان في مردود، يعني الواحد لما بيتعب ربنا بيجازيه، وهي برضو جايزة مش قليلة خالص في مصر، يعني هي تعتبر اعلى جايزة بالنسبة للسن بتاعنا حتى دلوقتي. هو احنا بنقدم بخمس بحوث، يعني في الجائزة بنقدم بخمس بحوث. الكريتيريا في التحكيم بتاع الجائزة بيهتم بجودة البحوث، جودة الأماكن اللي منشور فيها البحوث، كمان النشاط العلمي للمتقدم، يعني هل ليه مشاريع، هل ليه نشاط اجتماعي، هل ليه نشاط ثقافي وهكذا. أنا شغلي ويمكن دي المدرسة اللي أنا اتعلمت فيها هو وده العلم، يعني ده العلم دلوقتي ان هي بس مش بس بحوث تتعمل وما يبقاش ليها تطبيق. احنا يعني شغلنا دايما، المدرسه اللي انا خارج منها، لازم الشغل اللي نعمله يبقى صالح للتطبيق. فدي كانت ممكن تكون حاجه ميزت شغلي، يعني ان انا كل الشغل اللي انا قدمت بيه هو يصلح للتطبيق وسهل التطبيق، وزي ما وضحت لحضرتك برضو ان هو طالع يعني او معتمد على مواد قد تكون ملهاش قيمه، لكن تدويرها هيبقى ليه يعني ليه عاملين مهمين. اول حاجه ان انا بخلص البيئه من شيء مضر، تاني حاجه ان انا بخلي ليه فاليو وينفع، زي فكره قش الرز لما اشتغلوا عليه زمان كان هو شيء كان مضر جدا جدا للبيئه، دلوقتي قش الرز بيخش في صناعه كتير وليه استخدامات كتير. والله هو الخطه الجديده يعني بصراحه بقى عندنا تمويل متاح، هو يعني في تنافسيه شويه، ودي حاجه مش وحشه، يعني بيخلينا نقدر نتنافس اكتر، نقدر نشتغل اكتر. لكن اللي بيحتاج تمويل وبيشتغل بياخد، يعني الموضوع بيبقى فيه شفافيه، ان بنقدم كلنا على حاجه واحده، ما كل واحد بقى بيدلي وبدله، يعني كل واحد بيقول انا اقدر اعمل ايه، اقدر يعني اوصل. هي فعلا هي حاجه تنافسيه جدا، وبعد كده جواز الدوله ليها بريق معنوي خاص، يعني من اول بقى التشجيعيه لحد النيل، ثم جوائز الافراد اللي بتقدمها الاكاديميه برضو، وبالتوازي مع ده المركز عندنا نفس الجوائز، بس هي المركز اللي بيمنحها، وهي برضو ليها يعني ليها
جزء معنوي كبير جدا لشباب الباحثين او حتى الاساتذه الكبار. وكمان يعني ميزه الجوائز في الاكاديميه او في المركز ان تحكيمها بيبقى بشكل يعني ما فيهوش اي كل شفافيه، فدي بتبقى حاجه بصراحه اللي بياخد جايزه يبقى فعلا يستحقها. وزي ما قلت لحضرتك هو الجزء المعنوي في الجوائز دي مهم جدا، لان مين اللي خدها قبلينا؟ اسامي كبيره جدا، فدي حاجه ممتازه. وكمان يعني هي يمكن التشجيعيه لانها مربوطه بسن لحد 40 سنه، بتبقى دافع قوي جدا للشباب الباحثين او للي بيحصل على الجائزه دي ان هو يكمل في المشوار ده. وده حقيقي موجود، يعني معظم الزملاء اللي بياخدوا التقديريه او التفوق بيبقوا حصلوا على التشجيعيه.